احنا نزل معانا في الاوفر البوله دي هي عباره عن 2 لتر لكن مقاسها وحجمها اكتر من رائع. يمكن هي مظلومه شويه في الصور، احنا النهارده جايبين عشان نحاول نتخيل مقاسها شويه. دول الاطباق الاليجرا، هم عباره عن 4 اطباق، هنحاول ندخلهم جواه. اخد 1 2 و3، الرابع هيدخل معانا ولكن مش هنقدر نقفله. تقفل معايا على 4 او 3 اطباق من اطباق الاليجرا. طيب انا النهارده هستخدمه في ايه؟ لو انا جبت البوله دي هقدر استخدمه في اكتر من حاجه، اذا كان حوادق او حلويات. طيب زي ايه؟ النهارده انا ممكن اعمل احط فيه مكرونه بشاميل، ممكن اشكل فيه فته، ممكن احط سلطات، ممكن اقدم فيه رز بالخلطه، ممكن اخليه المكسرات. طب لو انا حابه ان انا اعمل فيه حلويات هقدر اعمل فيه ايه؟ ممكن احط فيه كيك واعمل صوص شوكولاته وازينه كل حاجه واتحرك فيه بره البيت وانا مطمنه. لو عايز اعمل فيه كاستر، عايز اعمل فيه جيلي بالفواكه، عايز اعمل تشيز كيك على البارد او ترايفل او ليالي لبنان او عيش السرايا او كريم كراميل، بس طبعا بيكون على الجاهز، سوري الجاهز على البارد. طيب انا بقفلها ازاي؟ بقفل الغطا معايا من ورا لقدام. الغطا ده بيكون طري جدا، سهل قوي الفتح والقفل. لونه تحفه جدا على الطبيعه. فاستغلوه النهارده اخر يوم للاوفر فيه معايا. صباح الخير عليكم. النهارده استلمت طقم البولات الفظيع ده، بجد انبهرت جدا جدا جدا. اول حاجه الالوان حلوه قوي، انسيابيه قوي في الشكل، الالوان مبهجه قوي وهاديه جدا. طب هتكلم عن اول بوله اللي هي ال 2 لتر، الارتفاع بتاعها 5 سنتي. طبعا احنا عارفين ان احنا لما بنقفل كل البولات الدائريه بنقفلها بالشكل ده من ورا لقدام بالشكل ده وبنفرغ منها الهواء. خلاص كده بتضمني ان اكلك بيبقى طول الوقت فيها طازه، ان انت ممكن تحط فيها بقى حلويات شرقيه، تحط فيها خضار، تحط فيها رز، تحط فيها مثلا مكرونه بشاميل، تحط فيها اي حاجه، تحط فيها بونبوني، تقدميها هديه وتلفيها لفه كويسه بالسلوفين، هتبقى هديه قيمه جدا. البوله الثانيه ال 3 لتر الارتفاع بتاعها 8 سم وبتتقفل بنفس الطريقه باللون البينك الحلو قوي ده، اللون البيبي بلو التحفه ده. البوله ال 4 لتر طبعا انا بتبل فيها الفراخ وبتبل فيها اللحمه، هي مصنفره شويه من جوه عشان ما تجرحش معاكي. كل الثلاث بولات مصنفرين من جوه ومن بره عشان ما يتخشوش وما يتجرحوش مع كتر الاسترداد. الارتفاع بتاع البوله ال 4 لتر تقريبا حوالي 11 سنتي وبتتقفل بنفس الطريقه. الطقم لسه مكمل معانا، كل واحده لوحدها بخصم اضافه 15%، تقدري تاخدي الطقم كامل على بعضه بخصم 20%. اخر فرصه السيستم معانا النهارده فاتح طول النهار، ان شاء الله نقدر ناخده ونقدر نطلب منه اللي احنا عايزينه، سواء عايزه الحجم ده ياخد منه اكتر من واحده او